صلاة الجماعة الثانية في المسجد يعني، هل أنا يعني واجبة تجوز لا تجوز؟ صلاة الجماعة الثانية في المسجد يعني بعد ما لصلاة الجماعة الثانية في المسجد العلماء لهم فيها قولان مشهوران. أما قول الحنفية والمالكية والشافعية فهو على كراهة أن تقام جماعة أخرى في المسجد بعد الجماعة الأولى، وذكروا لذلك أسبابا، منها أنه لم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كان بعدما ينتهي هو من الصلاة يكون هناك جماعة أخرى يصلون، وكذلك أنها ربما أدت إلى تكاسل الناس عن حضور الجماعة الأولى إذا علموا أنهم سيجدون جماعة ثانية. وبعض أهل العلم قال إنه لا بأس بها وأنها من التعاون على البر والتقوى وإنها أفضل من أن يصلي الإنسان منفردا، واستدلوا على ذلك بالرجل الذي دخل ليصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل ليصلي بعدما صلوا هم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا؟ قال أبو بكر أنا أتصدق عليه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقام أبو بكر وصلى معه، فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بجماعة ثانية في المسجد لأنه دخل ذلك الرجل بعدما انتهوا من صلاتهم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يصلي يعني أو طلب أن يصلي معه أبو بكر. فالمسألة فيها قولان مشهوران، والصحيح والله تعالى أعلم أنه لا بأس بها الجماعة الثانية، لكن بلا شك أن أجر الجماعة الأولى أعظم من أجر الجماعة الثانية، وأنه لا ينبغي أن يدعو ذلك الإنسان إلى أن يقصر في صف الجماعة الأولى ويقول خلاص في جماعة ثانية وثالثة أنا سأخذ راحتي حتى لو فاتتني الصلاة، لا، ينبغي أن يعلم أن الأجر الأساسي هو في الجماعة الأولى وهو الذي جاء فيه الفضل، وأنه لا يحسب لمن صلى في الجماعة الثانية هذا الأجر إلا إن كان له عذر في تأخره، أما إن كان المسألة تكاسلا فلا. يقول